يا أصدقائي، عندنا هذا الشكل المعلوم فيه أن القطر الكبير ستين، والقطر الصغير هون هو 30، وليكن من هون لهون 10. قلنا بحركة القطر الدائري سواء مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة بدنا نحدد النقطة النهائية ونقطة الهدف اللي بدنا نوصل له. هاي عندنا نقطة البداية، عندنا نقطة البداية تبلش من بعد العشرة، من العشرة تبلش، بس بدنا نعرف النقطة النهائية اللي توصلها. طبعا القطر هو عفوا نصف القطر الار يساوي 20، الار يساوي 20. في عندنا طريقتين لإيجاد القيمة النهائية أو المسافة من هون لهون، مسافة من هون لهون. قلنا عندنا طريقتين. الطريقة الأولى بقول 2 يساوي 2 ضرب كل تحت الجذر عطش قوس 2، طبعا هذا قوس، ضرب الار ناقص العطش. هذا القانون الواحد. القانون الثاني، القانون الثاني يقول لك طبعا القانون الثاني مسنود الى نظرية فيثاغورس، البي سي يساوي ا سي الجذر ا سي للتربيع ناقص ا بي للتربيع. ثاني يقول البي يساوي ا سي تربيع ناقص ا بي تربيع. هذا رقم 2. رح ناخذ رقم 1. بدنا نعرف اول شيء قيمته. 2 يساوي 2 جذر الاتش. الاتش شو هو الاتش؟ الاتش هو قيمة من هون لهون، هذا هو الاتش. الاتش شو يساوي؟ الاتش الاتش يساوي قطر الكبير، عندنا قطر الكبير من هون لهون عندنا 60، القطر الصغير عندنا 30 ناقص 30 يساوي 30. لكن عندنا اتجاهين، مو بالقطر، عندنا نصف ونصف فوق، يعني راح تكون 30 مقسومة على 2 يساوي 15، هي قيمة الاتش. هلا عندنا الاتش صار معلومة، عندنا الاتش صار معلومة، اي 15 ضرب افتح القوس 2 ضرب الار. الار شو هو؟ الار معلومة عندنا نصف القطر، الار هو 20، ضرب 20 ناقص الاتش. الاتش قلنا 15 ناقص 15، يساوي جذر 15 مضروبة 2 ضرب 20 يصير هون عندنا 40 ناقص 15، سكر القوس، يساوي 2 كل تحت الجذر
15 40 ناقص 15 يبقى 25. 25 طبعا الكل سكر القوس. يساوي 2 15 ضرب 25. 15 ضرب 25 يساوي 375. هلا يساوي 2 ضرب، بدنا نعرف الجذر 375. الجذر 375 جذر 375 يساوي جذر 375 يساوي 19.3649. هاي قيمة الجذر 375. هون عندنا 2 ضرب القيمة هاي 19.3649. 2 ضرب 19.3649 يساوي 739729. أي معناته القيمة من هون لهون هي 38729. هني عطينا نصف القطر هو 20، بس نقطة المركز هي برات الشكل، يعني من هون لهون صار عندنا 38729 وليس 40. طبعا اذا كان نقطة المركز على استقامة واحدة هون كانت راح تكون من هون لهون 20، من هون لهون 20 اي 40، لكن اعطتنا النتيجة هي 38729. راح نشوف الطريقة الثانية. يا اصدقائي عندنا شكل اخر، او راح ناخذ المعادلة اللي بعدها. طبعا المعادلة اللي بعدها هي المسنودة اللي نظرت بيثاغورس. اوضح شوي. وين المركز؟ نقطة البداية. هون صار عندنا مثلث. عندنا هون الـ A الـ B الـ C، هون عندنا الـ D. يا أصدقائي قبل كل شيء قلنا الـ A C من هون لهون هي من هون لهون هي 20، معناته الـ A C يساوي 20. الـ B D البي دي هي قيمة لاتش، يعني القطر الكبير قيمة لاتش. قلنا القطر الكبير ناقص قطر الصغير على 2 يساوي 15، أي البي دي يساوي 15. البي سي بدنا نطالع قيمة البي سي، عفوا بدنا نعرف الهون قيمة الـ AB. أول شيء الـ AB يساوي
A دي ناقص B دي يساوي A دي ناقص B دي. نحن قلنا قيمة الآدي هي نفسها من هون لهون أو نفسها لهون لهون، يعني آدي هي 20 ناقص البي دي طلعنا هون، البي دي طلعنا 15 يعني ناقص 15. الآ بي يساوي 20 ناقص 15 يساوي 50، أي من هون لهون هي 5 يساوي 5. هلا راح ناخذ القانون، هلا صار عندنا كل معلوم، من هون لهون 20 عندنا، من هون لهون 20، من هون لهون 5 صار عندنا معلوم. بدنا نعرف قيمة البي سي. قلنا القانون بيقول البي سي يساوي الكل للجذر تحت الجذر الأ سي للتربيع ناقص أ بي للتربيع. البي سي يساوي الأ سي، كان عندنا الأ سي كان عندنا 20، الأ سي كل تحت الجذر للتربيع الأ سي عندنا 20 معناته 20 للتربيع ناقص الآبي ايش قد طلع عندنا؟ الآبي عندنا 5، الآبي قلنا يساوي آدي ناقص بي دي يساوي 5 للتربيع. البي سي يساوي 20 للتربيع 2 في 2 4 0 400 يساوي 400 ناقص 5 في 5 25 25، أي البي سي يساوي 375. بدنا نشوف جذر 375. جذر 375 يساوي النتيجة هي 19.3649 أي البي سي من هون، البي سي من هون لهون هو 19.3649 من هون لهون. الآسي كان معلوم عندنا 20، والآبي الآدي كمان كان عندنا معلوم. طلعنا الآبي طرحنا قطر كبير من قطر صغير، تقسيمها 2 راحت، ما عاد بقت عندنا هون 5 لأنه هون هي كانت 20. فقط كان بدنا نعرف البي سي. البي سي عرفناها، البي سي من هون لهون 19.3649، لكن نحن بدنا اياه كامل لهون. نحن بس طلعنا البي سي معناته راح نضربها باثنين، 19.3649 ضرب 2 يساوي 38.729. هذا معناته من هون، من هاي النقطة لهاي النقطة هي 38.729. يعني نتيجة هاي المعادلة نفس هاي المعادلة، من هون لهون عطتنا 38.729، كمان هاي النتيجة كانت 38.729 لأنه هون عطتنا النصف، نحن ضربناها باثنين لأنه بدنا اياها كامل، من هون لهون هي النصف، الكامل ضربناها 2. طبعا هاي كانت إيجاد نقطة الهدف اللي بدنا نوصلها،
طبعا إذا ما كانت نقطة المركز على الاستقامة، في عندنا طريقتين، معادلتين، معادلة الأولى ومعادلة الثانية، اثنيناتهم نفس النتيجة. طبعا إذا عجبكم الفيديو واستفدتم من الفيديو، ما تنسانا من لايك واشتراك في القناة.